على أنغام النشيد الوطني التركي افتتح على أرض المعارض في مدينة إسطنبول معرض الجامعات والمؤسسات التربوية باكاف. افتتاح المعرض تم بحضور مسؤولين بارزين مثل وزير التعليم العالي اللبناني مروان حمادة ووزير التعليم العالي الصومالي الدكتور عبد طه عثمان، بجانب نخبة من الأساتذة والمخترعين العراقيين الذين كانت لهم كلمتهم. 30 مخترع عراقي، هذه الاختراعات موزعة ما بين الأساتذة الجامعيين لمختلف الجامعات العراقية والخبراء الصناعيين. الذي ينظمها ينظم هذا الأمر هو منتدى المخترعين العراقيين الذي تأسس في مطلع عام 2016. مواكبة التطور التكنولوجي والرقمي العالمي وتبادل الخبرات العلمية هي أهداف أقيم على أساسها هذا المؤتمر، حيث تحدث رئيس اتحاد الجامعات الدولي الدكتور محمد الغباني عن أهمية إقامة معرض باكاف ودور المشاركين فيه. هذا يعد المعرض الأبرز والأكبر ليس على مستوى تركيا إنما على مستوى العالم، وليس على فقط بقضية المساحة إنما يعد الأبرز والأكبر بالمشاركات العلمية والأكاديمية في هذا المعرض. المؤتمر شهد أيضاً توزيع دروع تكريمية للشخصيات التي حضرت المؤتمر وجوائز رمزية لتلبيتهم دعوة الحضور لهذا الحدث العلمي. ومن المؤمل أن يتبع مؤتمر باكاف مؤتمرات علمية مماثلة مثل المؤتمر الدولي 14 للتكنولوجيا الحديثة والنشر الرقمي ومعرض تعزيز الاختراعات ومؤتمر الاستشراف المستقبلي ومؤتمر تعزيز اقتصاد تركيا.